الهيماتولوجي والانكولوجي احنا بنتكلم على الاكاديمي اوف ساينس اند الاكاديمي اوف ميديسن. اكاديمي اوف ساينس اند اكاديمي اوف ميديسن ات از بريست ملك. ات از ا سورس تو نو ذا سورس اوف نوليدج ا سورس اوف جود هيلث. خلاص. وده انا بتكلم في يعني على هذا الموضوع بالاسباب كتيره. اول حاجه ان دي حاجه امر زي الصلاه والوالدات يرضعن زي يقمن. ليس هناك فرق بين يقمن الصلاه والوالدات يرضعن. هذا امر وهذا امر واثنين قابل للايه او وارد يجب ايه تنفيذه. وده او تاني حاجه بتخلص بتخليني ان حضرتك الرضاعه الطبيعيه اصبحت كدكاتره الاطفال بيهملوها شويه وده انا جاي الكلام. ثالث حاجه بينزل سؤال في الطلبه على البريست فيدنج. في الماجستير بنزل سؤال على البريست فيدنج. في الدكتوراه بنزل سؤال على البريست فيدنج وبقول لهم كده هينزل في البريست فيدنج سؤال. خلاص. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه مهمه وانها هي سورس اوف نوليدج سورس اوف داتا لنا اللي هو البريست ميلك. يمكن بريست ميلك في حاجه موجوده وبنتكلم عليها اللي هي هيومن ميلك اوليغوسكرايتس. دي ثالث كومبوننت في البريست ميلك. يعني اول كومبوننت عندي طبعا ووتر وسوليد. الووتر 80% تقريبا. لكن انا عندي هنا في اللاكتوز والليبيدز والهيومن ميلك اوليغوسكرايتس. كان برضو محدش يعني في السنين قبل كده محدش عارف فايدتها ايه. خلاص. فيقولوا ايه فيها. لكن بعد كده اكتشفوا انه ده حاجة كمية كبيرة منها موجودة تصل ل 20 ل 25 جرام في برليتر في الكوليستروم ومن 5 ل 10 من 5 ل 15 جرام في البريست ميلك. طيب احنا عندنا HMOs. هل هي HMOs دي موجودة في البريست ميلك؟ هل موجودة في الكاوز ميلك؟ كان باعتبار ان احنا عاوزين ممكن نديها. لا. هنا في اختلاف ما بين الاوليغوسكرايد في البريست ميلك وذات موجوده في الكاوز ميلك. الاوليغوسكرايدز في البريست ميلك 10 15 جرام بالليتر بينما في الكاوز ميلك بوفاين ميلك 5 من 100 يعني يعتبر نيل. يعتبر نيل. طب نوع الانواع هنا عندي 2200 نوع اكتر من 200 نوع في الهيومن ميلك. موجود 40 نوع موجود في البوفاين ميلك. موجود حضرتك الانواع الموجوده دي كلها بتساعد هنا حاجه اسمها فيكوسيليتد وفي سيالك كومبوننت. ايه بقى الهيومن ميلك اوليغوسكرايد؟ الهيومن ميلك اوليغوسكرايد دي لها وظيفه معينه. اهم حاجه انها 90% منها او 95% منها ما بيحصلهمش ابزوربشن. طالما ما بيحصلوش ابزوربشن بيحصل لها كونتاكت مع الريسبتورز في الجي اي تي. بتعمل لي prevention of the infection في النيوبورن. واهم حاجه انها prevent necrotizing enterocolitis. prevent necrotizing enterocolitis. فانا لما احرم الطفل من بريست ميلك انا بحرمه بالذات في الطفل الحضانه واعمله بحط بزود الشانس اوف necrotizing enterocolitis. جزء منها ممكن يعمل يعدي ويدخل circulation systemic circulation. لما بيوصل systemic circulation بيزود بيمنع الالرجي ويحسن الاميونيتي ويساعد على فين يساعد اميونيتي اوف جي اي تي. من الحاجات المهمه كده ان احنا بنتكلم عليها انها بتطلع لي الميكروبيوتا اللي اصبحت دلوقتي يعني لاين اوف تريتمنت. يعني عندنا لاين اوف تريتمنت اسمه تريتمنت اوف مايكروبيوتا. مايكروبيوتا دي بتزود الجي اي تي فانكشن وتقلل شانس انفكشن. يمكن احنا نعرف ان في سنترال برين. يمكن احنا حضرتك بنسمع عن حاجه اسمها سنترال برين اللي هو برين عادي. لكن احنا هل فينا حد في فك عارف بريفر برين هو مين؟ بريفر برين هو جي اي تي. الجي اي تي عند فيه عدد مهول من النيرفس سيلز. فعشان كده ان لما يبقى حاجه مصنوعه بطريقه معينه وتدينا فايده معينه يا ريت مش نجلكت اكت. طيب احنا هنفرق ما بين السينثيتك والهيومن اوريجين. فيه السينثيتك كان طلع فتره كده حاجه اسمها فوسوجوس حاجه بتكون من الفركتوز والجلوكوز والجلاكتوز. دي كانوا عليها سينثيتك. لكن هما في البريست ميلك بقى حاجه اسمها فيكوزايل لاكتوز وسالك لاكتوز ولارجت اوليغوسكرايد. يبقى انا عندي حاجه جوس وفوسو دي كان بيستخدموها كبريبيوتيك
وانها بتادي فانكشن، لكن اللي موجوده في البريست ميلك هيومن بريست ميلك مختلفه. طيب هيومن HMOs الهيومن ميلك جلوكوسكرايدز هي سبيسيفايد، يعني ربنا خلقها سبيسيفايد. عندي اكتر من 200 نوع، كل نوع سبيسيفيك فور سيرتين بكتيريا، في بكتيريا بتتغذى عليها وتمنعها فيها. هي فكرتها ايه؟ فكرتها ان حضرتك انا عندي ريسبتورز وعندي هيومن ميلك جلوكوسكرايد وعندي اورجانيزم هيومن ميلك جلوكوسكرايد اتاتش تو ذا ريسبتورز، فيجي الاورجانيزم يمسك في الاتش ام اوز وما يمسكش فيه في السيلز، وده بريفنز السيلز. دي فكره الهيومن ميلك اوليجوسكرايدز، ان هو الاتاشمنت هنا ده بيمسك في دي وما يمسكش في دي، فده بريفنت الجي اي تي انفكشن، بريفنت الجي اي تي انفكشن وبتحسن فيه. وطبعا هنا في فاريشنز ما بين السنسيتك وال في النون هيومن اوليجوسكرايد هو جلاكتوز وفراكتوز وبكتين. يمكن الحاجات دي كلها دي انزيماتيك، ودي الموضه بتاعتها انتهت شويه وما عادتش ايه بيتكلموا عليها فيها. الجوس والفوس والفات، لكن احنا الجوس والفوس هو اهم حاجه عندي دلوقتي. الفيكوز والسيليك اسيد، الفيكوز ده نيوترال وبيدي بي اتش بيخليها نيوترال، السيليك ده بيخلي بي اتش اسيدك. هنا النسبه دي 80% او اكتر، هنا النسبة دي أقل في البريست ميلك، يعني النسبة هنا أعلى من 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 النسبة دي أقل. السيليك أسيد هو سبيسيفيك فور برين جروس، سبيسيفيك فور برين جروس، ده سبيسيفيك فور بريفنشن أوف ذا انفكشن، بريفنشن أوف انفكشن. يعني عملوا استادي وجدوا إن من ضمن الاستادي إن لما يكون في ميديا فيها اتش ام اوز مفيش إن الانتيرو بكتيريا ما بيحصلهاش جروس، يعني بيمنع الانفكشن، بيمنع الجروس اوف بكتيريا فيها، بيمنع الجروس اوف بكتيريا الموجود فيها. ده بيلخص على النانو هيومن ميلك جلوكوسايد والانتيرو بكتيريا ما تقدرش تمنع الباثوجينيك اورجانيزم النان هيومن. دي بقى الميكانيزم المهم، ذا اميون بنفيت اوف اتش ام اوز ار ستراكشر سبيسيفيك، لازم تختلف من كل واحد له فانكشن موجوده فيها. ازاي يزود الاميونتي؟ ازاي يزود الاميونتي عندنا؟ الاتش ام او ان اف ال اللي هو فوكوس سبلمنتيشن بتسبورت الاميون ريسبونس زي البريست ميلك، وده قلل التشانس اوف انفكشن موجوده فيها. دي دراسه معموله على الجوس والفص انها بتاثر على مزود الانفكشن موجوده. هنا في ريكومنديشن من الافسا اللي هي اوروبيان فود سيفتي، بتقول ان عندي صدي، بتقول ايفيدنس ان الاوت كم ميجر باي اند بوينت اوف ريدكشن او بوتنشال باثوجينيك انفكشن، يعني الباثوجينيك انفكشن بيقل مع فيها. ايه المين فانكشن اوف اتش ام اوز؟ المين فانكشن اللي هو الفكره اللي احنا قلناها ان هنا ال HMOs بدناها مش بيحصل لها digestion، وعشان كده بتتاتشت للول of epithelial cells of GIT، وانها بالprevent of organism to contact مع the cell فيها. واحد في المية 2% بس هم بيحصل لهم absorption، ودول ممكن يؤدي function زي اذا حسنوا immunity، يحسنوا brain function، يحسنوا metabolic health، و لوكالي بيعمل له الميكروبيوتا وبروتكشن فروم انفكشن. الميكروبيوتا ده علم مختلف، ويمكن دلوقتي الميكروبيوتا ده حضرتك بدا يستخدموه كلاين اوف تريتمنت. الميكروبيوتا بيستخدموه كلاين اوف تريتمنت، ان انا ممكن انقل الميكروبيوتا في سليم بيرسون تو مايكروبيوتا تو اوبيز عشان يبقى زيه. يعني بداوا يعملوا الميكروبيوتا بتتغير فيها وكفانكشن، وهي بتدفر فروم بيرسون تو بيرسون، انها بتختلف من بيرسون تو بيرسون، واختلاف من بيرسون ده انتوا هتعملوا انتوا توزعوا حاجتكم هنا ليه؟ فالمايكروبيوتا فانكشن بتاعتها انها بت
تساعد على كل بيرسون فيها. الميكروبيوتا دي بتتحدد بثلاث حاجات، ودولي اهم ثلاث حاجات، ونفتقد في مصر هذه الثلاث حاجات. اول حاجه المود اوف ديليفري. المود اوف ديليفري نورمالي فاجينال ديليفري، هياخد فلورا فروم النورمال باسوي، وده في مصر دلوقتي لو كل 10 بريجننت فيميل 11 بيولد سيزارين سكشن، خلاص يبقى انا بده المود اوف ديليفري. تاني حاجه التايب اوف ذا فيدنج، بريس ميلك تايب فيدنج بيساعد على الميكروبوت. تالت حاجه سكين تو سكين ريليشن شيب، سكين تو سكين ريليشن شيب ده بيزود التايب اوف بيغير التايب اوف مايكروبيوتا والفلورا اوف ذا انتستين، وده مهم عندنا ان انا العين ياخد اميونيتي ومناعه فيها. دي لا توجد الا في الرضاعه الطبيعيه، لا توجد الا في الرضاعه الطبيعيه. يعني هنا ده بيلخص لي بيقول لي ان عند هنا في البيفيدو بكتيريا بريدومينيت في حالات معينه في نوع بياخد سيرتن ام اتش ام اوز، وهنا الفورمولا بتختلف والتايب اوف فلورا بيختلف اكوردنج تو ذا تايب اوف اتش ام اوز. عشان كده الاتش ام اوز دي سبيسيفيك وبتساعد على جروس فيها، وساعات بتاتش ام او الاو ذا جروس اوف نيمرس بوتنشالي باثوجينيك. الاتش ام اوز دونت ما بتسمحش بنوم اني باثوجينيك سبيشالي الكوليستيريديم. خلص بسرعه عشان ايه؟ يعني هنا دايما بقول لي ماتينال في كوزايل ترانسفيريز ستيت افكت ذا جات مايكروبيوتا ويحسن الجات مايكروبيوتا ويقلل انفكشن. في مال اولوت اوف ستادي بتشتغل على الجات مايكروبيوتا كلها بيكونفيرم decrease infection و decrease pathogenic infection في البيشن. طيب احنا دلوقتي برضو بالنسبة لنا ازاي HMO بيشتغل على الاميونيتي. خلاص ال HMOs بيشتغل على الاميونيتي عن طريق حاجتين. اول حاجة انه هو بيعمل قلل الانفكشن ويقلل الاكسبوجر تو انفكشن وبريزنس اوف فورميشن اوف انتي بودي اجينست انفكشن. تاني حاجه بيقلل الباسج اوف فورن بودي على السيركيليشن، وبالتالي ما بديش تشانس انه يدي الارجنت. تالت حاجه بيحسن الاميون سيستم من ناحيه البرو انفلاماتوري ما بتتاثرش. تالت ورابع حاجه حضرتك بالنسبه له ان احنا دول بيعدوا على الايمون سيستم واكتيفيت التي سيلز والبي سيلز موجود. في كان دراسه بتشتغلت على استخدام الفورمولا بتحتوي، يعني هما دلوقتي بيميتيت. يمكن جت تشانس مره ما اعرفش كان مين معانا ان احنا زرنا الاكاديمي اوف بريست ميلك في هولندا. الاكاديمي اوف بريست ميلك هما بيعملوا دراسه كامله على البريست ميلك ويحاولوا يعملوا ايميتيت ذا بريست ميلك، وبيشوفوا الادفانتجز فيها ويضيفوا هذه الكومبوننت على الفورمولا العاديه. من ضمن الحاجات اللي ضافوها وجدوا عملوا ترايلز معينه استخدام الزيس سبستانس بتقلل الانتيبيوتيك يوز، بتقلل الانفكشن ليفل اوف انفكشن، بتحسن جاستروسايلر ديس اوردرز وبتقلل ديس اوردرز وبتقلل الاير انفكشنز الموجوده. فمثلا هنا حضرتك فيها بتقلل استخدام الانتيبيوتيك، بتقلل استخدام الانتيبيوتيك، بتقلل اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن، بتقلل الشانس برونكولايتس. يبقى اذا بالنسبه لنا الرضاعه الطبيعيه مهمه، وان الفورمولا اللي قد تحتوي على حاجات تيميتيت البريست ميلك مش وحشه وبتجيب نتائج كويسه
وشكرا جزيلا. اي حد عايز يسال؟ يعني طبعا بريس ميرك طبعا بجانب